رمضان هو شهر الصوم والقيام والعبادة في الإسلام، ويعد من أكثر أوقات تقديسا في السنة الهجرية. يتضمن الآلاف من الأحاديث التي تحث المسلمين على استغلال هذا الشهر بالطاعات والعبادات المختلفة. هناك بعض الأحاديث المتعلقة برمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يشير إلى الرحمة الإلهية والفرص التي يتيحها الله للعباد في هذا الشهر للفوز برضاه وجنته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يظهر فضل قيام الليل في رمضان، وأن من يصلي التراويح بإيمان واحتساب يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. يشجع هذا الحديث على الصيام بإيمان وصدق النية، موضحا أن للصيام قدرة على محو الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. رواه البخاري. هذا الحديث يظهر الجانب الروحي والنفسي للصوم، حيث يجد الصائم فرحة وراحة بفطره وأمل في الثواب الأعظم عند لقاء الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. رواه البخاري. هذا يشير فضل خاص للصائمين في الآخرة، ما يبرز أهمية الصيام في رمضان. هذه بعض الأحاديث التي تظهر فضائل وأهمية شهر رمضان في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.